ممكن لي نقول الاولى يعني في خلال هذه التجربه اللي خدناها مع المنتخب المغربي في ساوث افريكا، انه قبل ما نلتحق بالمنتخب كنت نسمع وانا اوسي جوار تعرفوا مارس في المنتخب عده سنوات، سمعت اشياء ديال متعلقه باشياء تيقوموا بها اللاعبين في المعسكرات، وتيجيو اللاعبين تيجيو المحترفين من برا تيجيو للبلد ديال المغرب للنزهه لعده اشياء. الحمد لله في خلال هذه المده البسيطه استطعنا اننا نحيدوا ناس كانت لها جذور في المنتخب، ناس ما كانتش تحترم بلادها كوم يفو. اليوم نقدر نقول بان احنا فخورين بالمجموعه اللي موجوده، كانوا محترمين خلال المده اللي متواجدين بها، كلهم كانوا تيتبناو على بلادهم، كلهم باغيين يحققوا نتيجه طيبه. واهم من هذا ان ما بقاش شي حد بغى تيجي للمنتخب المغربي باش يمكن له يسهر ولا يقصر. اللي بغى يجي للمغرب مرحبا به لهذا المنبر باش يجي يخدم، سواء اللاعبين اللي تيمارسوا في البطوله سواء اللاعبين اللي تيمارسوا برا. فلهذا تنظر بان حقيقه ان احنا ناس ديال في كره القدم النتائج هي تتكلم. للاسف اليوم حنا تنتكلموا النتيجه ما كايناش اليوم، ولكن المده اللي متواجدين فيها حاليا تتعطينا الحق اننا نشرحوا بعض الاشياء ليكم كصحافه والجمهور المغربي. وتنظن ان شاء الله من هنا قدام هذا المنتخب غتكون عنده البذره الطيبه اللي هي اولاد بلاده. نتمنى من الله من هنا قدام ان شاء الله نحققوا نتائج طيبه اللي ترضيكم وترضي الجمهور المغربي. وشكرا.